مساء الخير من القناة الثانية دوزام، هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني. شكون مع الرمضاني في هذه الأمسية؟ رقم مفزع للغاية، نصف عدد المغاربة مصاب باضطرابات نفسية. هل نتعامل بما يكفي من الجدية مع هذا الواقع؟ وهل نتوفر على ما يكفي من البنية التحتية لمعالجته؟ وهل ساهم الكوفيد ومشتقاته في إضعاف المناعة النفسية للمغاربة؟ أسئلة سيجيب عنها البروفيسور دريس المساوي، رئيس الفيدرالية الدولية للطب النفسي، مع الرمضاني. بروفيسور دريس المساوي، مرحبا بك مع الرمضاني. ندير واحد التصحيح صغير، رئيس الفيدرالية الدولية للعلاج النفسي. شنو الفرق بين الطب النفسي والعلاج النفسي؟ الطب النفسي تيتكون من التشخيص ومعرفة جميع الأسباب ديال الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، والعلاج تيتكون من جوج الأشياء، العلاج الدوائي والعلاج النفسي. إذا كان عندي الحق فاش بقيت هز الهم لهذه الحلقة بروفيسور المساوي، لأنه ماشي سهل تحاور بروفيسور من الحجم ديالك. أولا مرجع ديال الطب النفسي أو العلاج النفسي في المغرب، واليوم كاع الأعطاب النفسية ديالي غتبان قدامك، الديفوات كلهم غيبانوا بروفيسور. كاين شي واحد اللي ما عنده شي أعطاب نفسية؟ هذا سؤال يمكن نطرحه. أنا نسول بطريقة أخرى، ممكن بروفيسور المساوي كذلك يكون عنده أعطاب نفسية؟ طبعا ما كاينش شي واحد اللي ما نعطيك مثال. واش كاين شي واحد اللي غادي يقدر يقول بأنه في ظرف سنة ما عمره مرض جسديا عضويا؟ هذه استحالة تامة، ما يمكنش. إما وقع له زكام، ولا وقع له هرس في رجليه، ولا وقع له تجرح، ولا كذا ولا كذا. واش يمكن إنسان ديال 70 أو 80 سنة في هذه المدة ديال الحياة ديالو كلها ما يتجرحش نفسانيا أو ما يتعطبش نفسانيا وما يحتاجش شي إعانة نفسية في هذا اللي نفهم هو كيف كان مرضو بدنيا كان مرضو نفسيا كان مرضو نفسيا. ولكن بروفيسور إلا سمحتي، وأنا بعدا أحييك على الابتسامة، زعما واخا مع المشاكل النفسية وداك الشيء، عطينا غير الوصفة ونساليو هذه الحلقة. كي كدير باش تبقى ضاحك وفرحان وناشط وحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لأنه الحياة فيها الزين كثير، خاصنا غير نحلوا عينينا ودنينا وراسنا وقلبنا باش نشوفوا هذا الزين اللي كاين في الحياة. المحبة ديال الأحباب والعائلة والأصدقاء والمجتمع اللي تيتطور رغم الاضطرابات اللي تنشوفوا في المجتمع تيتطور إيجابيا، هادو كلها أشياء تدفع للابتسامة والتفاؤل. إذا أنت كدير ريجيم نفسي ماشي ديال الماكلة. إذا نصحنا من بعد، عطينا شي وصفة ديال شي ريجيم نفسي يكون زويون إن شاء الله. هذا تسمى علم النفس الإيجابي. علم النفس الإيجابي. واخا أنا غادي نحاول نكون شوية سلبي في الأول، لابد، لأنه واحد الرقم خلعني أبروفيسور، ويمكن يخلع حتى المشاهدين، واكيد غيتخلعوا. النص ديال المغاربه، الا حنا كنا 35 ولا 34، يعني 17 مليون مغربي، مغربي من كل جوج عنده اضطرابات نفسيه. واش الامر جدي لهاد الدرجه ولا غير كلام ديال الندوات وديال الباحثين مع بعضياتكم؟ لا، الامر جدي، لانه هذا الشيء عنده وقع سلبي على الحياه الشخصيه العائليه والاجتماعيه ديال الشخص. ما غادي يمكن شيء إنسان مثلا ما تينعش نهائيا في الليل لسبب ما، ما تينعش مدة شهر أو شهرين أو ثلاث شهور ولا كذا ولا آخره. من اللي غادي يفيق في الصباح غادي يكون كاعي، ماشي هو هذاك، واللي يهضر معاه غادي يتقلق عليه. وإذا كان خاصو يمشي مثلا لواحد الإدارة ويخدم مع هاد الناس هادو ويكون في المستوى، ما غادي يكونش في المستوى. إلا مشى عند أطفال باش يقريهم، ما غادي يقريهمش مزيان. إذن هاد
الشهرين هذه ديال قلة النعاس لسبب ما راه تتأثر نفسانيا عليه، ولكن تتأثر على المحيط ديالو وكذلك. إذن خاصنا نلقاو شنو هو الحل. واش هذا السيد مثلا تيشرب 10 ديال البراد ديال الاتاي في النهار، ولا تيشرب 6 ولا 7 ديال القهوة في النهار، ولا مثلا ورط نفسه في واحد الاشياء اللي هي مثلا تسلف الفلوس بكثره، ولا دماغه تشغل، وديك الساعه يعني هذا الشخص هذا ما غادي يبقاش صالح لنفسه، تيضر نفسه تيضر الاخرين. اها، كنسمعوا بزاف د المرات بروفيسور انا كنديبريمي، انا ما مرتاحش، نفسيتي ماشي هي هذيك، ولكن في نفس الوقت ما كنتعاملوش على اساس انه عندنا مشكل، كنقولوا واقيلا تشعل الحمام تكسر عظيماتك صافي راه غادي ما تبقاش ديبريمي. شنو هاد الانواع ديال الاضطرابات اللي عندنا في المغرب؟ الاضطرابات اللي عندنا في المغرب بحال داكشي اللي كاين في العالم كله. ملي تمشي لمنظمه الصحه العالميه وتتشوف اللائحه ديال الامر الاضطرابات النفسيه اللي عندها تقرب 600 ديال الاضطرابات. 600 مختلفه. وطبعا في نفس المرض إذا مشيتي من مريض لمريض غادي تلقى أشياء اللي هي تختلف من مريض لمريض حسب المحيط وحسب الحياة ديالو وحسب كذا إلى آخره. إذن اللي عندنا هنا كاين الخارج. شنو مثلا أكبر ولا أبرز الاضطرابات اللي نقدروا نعانيوها بلا ما نعرفوها؟ الاكتئاب عندنا 26.5%. 26.5% ديال المغاربة مكتئبين. أنا مشيت ل 11 ماشي 11 اسمح لي 13 القريه في النواحي ديال القنيطره والنواحي ديال العرايش والنواحي ديال الجديده وديال سيدي بنور، وجمعنا العيالات باش نتكلموا لهم على الاكتئاب ما بعد الوضع لا ديبرسيون دو بوست بارتوم. لانه درنا هذا العمل مع الفيدراليه الدوليه للعلاج النفسي باش نشوفوا كيفاش يمكن تما في هذوك القرى في العالم القروي كيفاش يمكن شي يعاون شي. لا المرأة اللي حاملة ولا المرأة اللي عاد ولدت ولا ذاك الدري الصغير إلى آخره. وتكلمنا لهم على الاكتئاب، وتكلمنا لهم على الاكتئاب بعض الوضع. والغريب في الأمر هو أنه واحد العدد كبير من هاد النساء هادو ما همش قارين. واحد العدد كبير ديال هاد النساء تكلموا لنا على الاكتئاب. تكلموا على الاكتئاب. قلت لها شنو هو الاكتئاب؟ وتعطيك تتسرد لك الاعراض ديال الاكتئاب. كيكون داك الشيء هو هذا. وداك الشيء هو هذاك تماما، هذه الحاجه الاولى. الاكتئاب. الاكتئاب. والحاجه الثانيه هو انه عندهم كان عندهم صعوبه باش يفهموا بانه هذا الاكتئاب تيمكن يتعالج، تيمكن يتداوى. هذا هو العمل الثاني ديالنا. إذن واللي لقيناه هو انه ما بين 20 حتى 30% من هذوك 350 ديال النساء، اكثر من 350 ديال النساء اللي شفنا عندهم قالوا لنا اما علنيا قدام المرأة ولا شخصيا بيناتنا بانهم كان عندهم اكتئاب او عندهم الان اكتئاب، ما بين 20 حتى 30%. إذن هذا الرقم اللي عندنا راه هو رقم تلقاو في العالم اشياء يعني نفس الارقام، نفس النسب تقريبا. نعطيك مثال في الولايات المتحده الامريكيه 52% ديال الامريكان يوما ما في الحياه ديالهم عندهم مرض نفسي خاصو تشخيص وخاصو علاج. الا سمحتي هنا في المغرب ربما الاغلبيه ملي كتقول له كيعاني نفسيا دماغه كيمشي مباشرة انه السيد محمق ولا مسطي. واش كاين فرق؟ كاين بحال اللي قلتي مثلا كانسير. كانسير كاين الكانسير المصيبة ملي تدير التشخيص ديالك تتلقى بانه سرح في الذات كلها وبانه يعني لا امل او الامل قليل او هذا هو خاص علاج ومعالج. كاين مثلا عنده، انا نعطيك مثال، تقريبا 70 حتى 80% ديال الرجال اللي عندهم اكثر من 80 او 85 سنه عندهم كانسير ديال البروستات. 70 حتى 50% حتى 80% 70 حتى 80%. ولكن هذوك لي كانسير تيكونوا صغار وما تيسرحوش بزاف وما تيكبروش بزاف، داكشي باش الواحد خاصو يحضي. وديك الساعه ولا حيدتي البروستات ديك الساعه بخير وعلى خير. يعني ملي تقول كانسير ماشي معناه الموت.
وإلا قلتي مرض نفسي ماشي كلهم عندهم نفاس، عندهم مثلا فصام لا سكيزوفرينيا ولا عندهم كاين مستويات في المعاناة النفسية. وكاين مثلا دي سكيزوفرينيا كاين فصامات اللي هي نسبيا ما تقريبا ما تشوفهاش إلا ما كنتيش مختص، ما تشوفش بأن هذا الشخص. المهم الخلاصة ما نقولوش على نفوسنا أسوية 100%. احنا ملي تتمشي انت تكون تتمشى تتمشي على واحد القدم وتتفقد التوازن ديالك وتتحط رجليك على وعاوتاني ونفس الشيء يعني الحياه كلها ملي تتمشى غاديه ما بين التوازن وعدم التوازن. مزيان. طيب واش بناء على هذه المعطيات اللي كتقولها البروفيسور في المغرب بناء انت على التخصص ديالك وعلى الدراسات اللي كديروا، المغاربه عندهم الثقافه ديال الاستشاره الطبيه النفسيه او لا كنقولوا راه غير ما نعش مزيان، راه غير مسحور، راه غير متقف، متقف غير بالتابلثة؟ غادي نقول لك واحد القضيه اسيدي، خاصنا دائما ملي نحطوا واحد السؤال هكا ما نتكلموش على المغرب، نشوفوا شنو كاين في البلدان الاخرى. ممتاز، تفضل. عندك مثلا في باريس في 1945 عدد ديال الناس اللي هما مختصين في التحليل النفسي لا بسيكاناليز في 1945 المدينه ديال باريس كلها خمسة الناس لا اكثر. وديك الساعه لا ثيرابي كوغنيتيف كومبورتمونتال ما كانش في باريس. في القرى في ديال فرنسا كان واحد العدد ديال الناس اللي هما مكلفين بهذا الشيء ديال ما نسميه بالشعوذه الان. والكنيسه في الفاتيكان وفي البلدان اللي هي مكلفه بهذا الشيء ديال اللي الديانه ديالها الرئيسيه هي المسيحيه عندهم في كل كنيسه شخص اللي هو في واحد الناحيه مكلف بالمتابعه بهذا الشيء ديال باش يخرجوا الشيطان من جسد الانسان. اذا هذه الفكره هذه راها عامه في البلدان المتقدمه وفي البلدان اللي هي غير متقدمه. وفي المغرب يعني ما مختلفينش على ما تبقى من العالم. نفس الشيء. واش الان المغاربه تيجيو لعند الطبيب النفساني؟ تيجيو اكثر من قبل، ولكن واش في المستوى الارقام اللي عندنا؟ لا ولكن بلاتي امريكا الولايات المتحده الامريكيه النص ديال الناس اللي عندهم الفصام ما تيتعالجوش 50%. فرنسا عندك النص ديال الناس اللي عندهم اكتئاب لا تشخيص ولا علاج. مع ان فرنسا عندهم 14000 طبيب نفساني وحنا عندنا 450 او 500. غادي نهضروا على الامكانيات اللي عندنا، ولكن واش يمكن اللي كيساهم في ان المغاربه ما يمشوش عند الطبيب النفسي ويطلبوا الاستشاره الطبيه النفسيه؟ يمكن كيلقاو امور كتبان لهم بدائل. قلت الشيء لا المريض ولا الناس اللي هما تيعالجوا في القطاع الخاص او في القطاع العمومي. قل شي العدد ديال الاطباء، العدد ديال الاسره، الادويه، العدد ديال الممرضين، الغلاء ديال الاستشاره ربما تهوى هذا الشيء كله طبعا واحد اليوم غدا وانا غادي نمشي للجامع اكثر ويجيب الله التيسير وكذا الى اخره. يطلب الرقيه الشرعيه وكاين اللي كيمشي يطلب هذا هو امور اخرى. هذا الشيء راه يمكن ينفع، ولكن ملي تيكون واحد المرض اللي هو عنده يعني خطير راه تينفع شويه، ولكن ما غادي يمكنش ينفع بحال كي غادي ينفع الطبيب. الرسول عليه السلام في اخر حياته كان تياخذ 13 الادويه مختلفه حسب قول عائشه. 13. ثانيا ملي كان شي واحد تيكون مريض ما تيقولوش اجي نعالجك انا او نداويك، كان تيقرا عليه القران مواسات، ولكن تيقولوا اذهب عند الحارث ابن كلدة انه طبيب. يعني الاستشاره الطبيه ما فيها لا الا ولا حتى
ما يمكنش انها تعوضها شي حاجه اخرى. طيب وقتاش تنصح المغاربه او نقولوا تبغى تتكلم على العالم كله ولكن نبقاو في المغاربه انهم يطلبوا الاستشاره الطبيه النفسيه؟ يشوفوا بانه ما قدروش الحمل ثقيل، ما قدرش يخرج من الفراش ديالو، ما باقيش ينعس، المراه تضرب ولادها حتى تقتلهم بلاصه. الواحد تيفكر غير حاجه وحده، تيقول لك انا راجلي بغيت نطلق، انا راجلي هو سببي، ولا الخدمه ديالي هي سببي، خصني نحط الاستقاله ديالي. ملي تيوصلوا لهذا الحد هذا خاصهم يطلبوا الاعانه طبعا اولا من العائله ومن الاصدقاء والناس اللي تيحبوا، وياخذوا واحد الاسبوع ديال التفكير وديال ويشوفوا يتراجعوا شويه من الناس. ولكن الا ما قدروش خاصهم لازم يمشوا عند مختص ديال مختص نفسي ديال العلاج النفسي او ديال الطب النفسي. وكاين ربما اللي ما يقدرش او امكانياته او فكره ما قدرش يمشي يطلب الاعانه ديال المختص. كاين وصفات ربما يمكن غير اللي تقدر تخفف تعاون الطبيب العام. طبيب العام، الاطباء العامين كلهم عندهم دروس وعندهم درايه بالتشخيص وبالعلاج ديال الاكتئاب وديال الامراض ما تكلمناش عليها، الاضطرابات القلقيه لي تروبل انكسيو. عندهم معرفه في هالشيء هذا. وعندك تقريبا ما بين الثلث والنص ديال الناس اللي تيجيو يشوفوا الطبيب العام عندهم زياده او بدون مرض عضوي عندهم اضطراب نفسي. نعم نعم. طيب بروفيسور، هذه عامين ربما او اكثر او اقل شويه عايشين او متعايشين مع الوباء ديال الكورونا والمشتقات ديالو او وليداته او السلالات، هذا الشيء عقد ربما الوضعيه النفسيه، حيت ولينا كنسمعوا بزاف الناس مقلقين نفسيا ما مرتاحينش، ماشي هو هذاك، اش دارت فينا كورونا من حيث المناعه النفسيه بروفيسور؟ منظمه الصحه العالميه تقول بانه في العالم كله ماشي في المغرب العدد ديال الناس بالاكتئاب زاد ارتفاع يعني ما فيها الاضطرابات القلقيه، الافكار الانتحاريه، الانتحار، هذا الشيء كله زاد في المعاناه ديال الناس اللي كانوا تيعانيو وخلق معاناه كثيره واضطرابات كثيره في الناس اللي ما كانوش عندهم. ومن الاشياء اللي زادت في الطيني بالله كي تيقولوا هو انه هذاك ملي تقطع العلاقه مع الاحباب ومع العائله ومع المجتمع ومع كذا الى اخره، هادشي تيضر بالناس كلهم بالاخص الاطفال والمراهقين. الاخص الاطفال والمراهقين، هذه ما فيها اي شك. كيفاش خصنا نتصرفوا في هذه الوضعيه باش نعزوا المناعه ديالنا؟ كنديروا التلقيح باش نعزوا المناعه النفسيه. ارسطو كان تيقول بان الانسان حيوان اجتماعي، وبانه ملي تناكلوا باش نعزوا الجسد ديالنا راه خاصنا نكونوا بعلاقه طيبه مع العائله ومع الاصدقاء ومع المجتمع باش نزيدوا في القوه النفسيه ديالنا. الا حبستي شي واحد في واحد المكان بدون وقطعت عليه العلاقات الاجتماعيه تتهدموا نفسانيا. اذا العلاقات الاجتماعيه مهمه لتعزيز جدا 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 النفسيه، صله الرحم ودير لك كسكسو ديال الغداء وتتزيد في الصحه النفسيه. ممتاز، اذا ما كاين العرضات من الانف صاعدا بروفيسور. واش هو المزاح هذا؟ هالمره كتجي تكلم معايا. طيب الى سمحتي بروفيسور، عشنا المغاربه والعالم كله عاش في الايام الاخيره واحد الماساه اللي هي ديال الطفل ريان الله يرحمه. يمكن على امتداد 7 أيام أو 8 أيام كل شيء تبع القصة، الصغار الكبار مغاربة اللي ماشي مغاربة، وكانت نهاية حزينة على كل حال. الله يرحم هذا الوليد ويصبر والديه في هذا النهار. هذا الشيء كيأثر نفسيا على المستوى الجمعي ماشي فقط العائلة أو الدوار فين وقع هذا الشيء. هذا الشيء جرح نفسانيا جميع المغاربة وماشي غير جميع المغاربة، جميع الناس في العالم اللي تبعوا هذا الحدث هذا. انا شفت CNN دايره صحفي في القريه تيتكلم على هذا المشكل، شفت BBC وورلد، كلنا شفنا البابا
فرانسوا برومي تيتكلم على هذا الشيء هذا يعني العالم كله تهتز بهذه الفاجعة هذه. احنا كنا تألمنا ولكن من جهة أخرى وعسى أن تكرهوا شيئا. هذا الموت هذه بينت قوة التضامن القوي اللي يمكن المغاربة كلهم قراب ولا بعاد برهنوا عليه بالنسبة لهذا الدري الصغير اللي تمرت مدة خمس أيام ولا ست أيام قبل ما يموت. يعني هذا تيعطي أمل أنه في المستقبل إذا كانوا مشاكل بحال هذه المغرب عنده قوة نفسانية واجتماعية كبيرة جدا باش نواجهه والحياة تعب كلها الحياة وما أعجب إلا من راغب في ازديادي. يعني راه ملي تكون بخير وعلى خير خاصك تعرف بأنه المشاكل تتسنك وملي يكونوا المشاكل عرف بأنه راه الراحة من بعد راه تتسنك. ولكن إذا سمحتي شفنا مثلا ديال حالة ديال الطفل فيما بعد في مدينة أخرى طح اللي طح وكانت رواية ديال أنه بغى يقلد ريان الله يرحمه. لهذا سولت على التأثير النفسي ديال ديك النهاية التراجيدية ديال القصة. خاصة نعرفوا بأنه الانتحار يمكن يحصل عند الأطفال. كاينة بأن الانتحار بعض الخطرات يمكن يكون عند أطفال عندهم سنة في العمر. سنة من اللي تيمتنع نهائيا باش ما يشرب ما ياكل ما كذا الى اخره. عندك انتحار. هذا الشيء وقع. كاين دراسات علميه مهمه جدا من اللي تيكون في واحد المعالات نفسيه كبيره تيحبس كل شيء. دونك يعني هذه المساله هذه موجوده. ولكن واش واحد العدد ديال الاطفال غادي يقلدوا؟ ممكن. ولا المهم هو خاصنا ملي نشوفوا الطفل عنده معاناة خاصنا نتكلموا معاه نهضروا معاه نشوفوا شنو كاين. إذا قدرنا نحلوا المشكل حليناه، ما حليناش خاصنا نشوفوا اختصاصي، خاصنا طبيب عالم نفساني. الدور ديال الأسرة هنا قائم جدا مهم جدا. واش في الأمور النفسية كلها أو المعاناة النفسية ما خصهاش تبقى طابو خصوصا داخل الأسرة؟ الإنسان يحس براسه غير طبيعي ما يسدش على راسه. بالعكس، وإلا شفنا شي واحد سد على راسه ما نخليوش خاصنا نمشيو له ونتكلموا معاه، وملي نشوفوا بأنه كاين مشكل نتكلموا على المشكل. شفنا بأنه لقينا حل تبارك الله، ما لقيناش حل خاصنا نطلبوا الإعانة من آخرين. إما من العائلة الكبيرة، كاين عمو ولا خالته ولا شي واحد اللي عزيز عليه يتكلم معاه أحسن. ولا نشوفوا طبيب عام او عالم نفساني مختص في هذا الشيء ديال العلاج النفساني او طبيب نفساني. نعم. طيب بروفيسور، قبل ما نشوف بعض الامور على الشاشه ونطلب التعليق ديالك، تكلمتي قبيل على الانتحار وجا في بالي انه بعض المناطق في المغرب، منطقه ديال الشاون مثلا، دائما الحديث على حالات انتحار، وكاين البعض اللي واش كيهول او كيعكس الحقيقه كيقول لك هذه المنطقه فيها حالات انتحار بشكل كبير. علاش؟ كيفاش نفسروا هذا؟ لانه هذا من الطبوهات ديال البلاد. انتحار. تتشوف مثلا قاضي لاح راسه قدام كل شيء من الطبق الثالث او الرابع او الخامس، وتيقول لك من سنين زلق ومات. تتشوف مثلا انسان كان تيسوق الطيارات طاح بنهار لاح راسه قدام كل شيء، مسكين ضربات الطوموبيل. الى يعني في 1991 92 وزاره الداخليه كانت عطات واحد الرقم مهول تيقول بانه العدد ديال الناس اللي ماتوا لاحوا طاحوا في البير في النواحي ديال السطات اكبر من العدد ديال الناس اللي ماتوا بحوادث سير. الله اكبر، يعني رقم كبير. كاين اللي تيطيح ما عفوا ما ردش ولها وزلق وطاح، ولكن كاين اللي تيلوح راسو في البير. وهذا الشيء والناس تيسكتوا عليه نهائيا، لانه تيقول لك الا انتحر ما بقاش يمسلم. علاش يا سيدي؟ هذاك راه مريض. الانتحار تيجي مثلا من الاكتئاب الحاد، لا ميلانكولي الماليخوليا،
وهادشي كاين كتب كانت مكتوبه من طرف اطباء عرب ومسلمين واخرين كتبوها بالعربيه في العصور الوسطى. هادشي قديم ماشي الله جديد. ماشي من قديم الزمان. شنو الاسباب الاخرى اللي كتقدر تؤدي للانتحار وكيفاش خصوصا نتعاملوا معها باش الفصام؟ الفصام 10% ديال الناس اللي عندهم فصام تنتحروا. 10% الاضطراب ذو القطبين 15% ديال الناس اللي عندهم اضطراب ذو القطبين تنتحروا. اذا ماشي نقولوا مسكين راه كان جالس درويش ظريف حتى شنق راسو. لا ايه هذيك ظريف الا كان ظريف بزاف وما تيهضر ما تيتكلم وسد عليه في واحد القنيت راه في جهنم الحمراء. لا اله الا الله محمد رسول الله. على كل حال كاين بزاف ما يتقال بروفيسور واكيد غادي نجيبوك في مناسبات اخرى باش نفصلوا اكثر. شوفوا على الشاشه ونبداو بمقطع فيديو نطلبوا التعليق ديال البروفيسور ادريس الموساوي. بالله سعيد، الابار كالفطر منتشره في كل مكان، افخاخ تتربص بالكبار والصغار، كما بالنسبه لهذه المراه التي تعيش محنه الخوف من سقوط احد افراد عائلتها داخل بئر مجاوره لبيتها. حد ما بغي يردموا ليا، وهاد البنت عندي ما تتشوفش وتنخاف شي مره تطيح ليا فيه وما لقى اللي ينقدها ليا. نعم. ما فيش الماء، ما فيش ناشف، وفي دخلات هكا اللي طاح فيه ما باقاش غادي يخرج حي ابدا. مهجورين هاد البير كاملين اللي كاينين هنا فوق من 12 بير في هدايه بلو سعيد مهجوره، ماش ديال الفلاحه ولا شي حاجه. بروفيسور، المشكل ديال ريان والقصه ديالو الله يرحمه سلط الضوء على المشكل ديال الابار. هذا مشكل عويص ديال المغرب كله من اوله الى اخره. عندك المئات الالاف ديال الابار في المغرب، ماشي كلهم محصيين. والمشكل اللي مطروح هو انه ملي تيكون هكا البير مع الارض ما دايرين ليش حويط صور طاير به وما دايرين ليش غطاء، اللي تيوقع هو ان واحد العدد ديال هاد الابار تيوردوا فيهم البهيم تيشربوا منهم الماء، وهذوك البهيم تيطلقوا اللي عطاهم الله تما حدا البير، وهذاك الماء اللي تيكبوا تما كيمشي للبير تيتخلط وتيعاوتاني يرجع للبير. اذا كاين خطر ديال الامراض التعفنيه. كاين خطر ديال المرض وديال الموت. ديال الموت كاين البهيم تيطيحوا في البير، يطيح حمار، يطيح عود، يطيح كلب، يطيح قط. داكشي كله غيستهلكوا الانسان. ايه هادوك وتيطيح بنادم طبعا. اما تيزلق واما غادي يدير انتحار. اذا اللي خاصو يدار الحكومه الان خاصها دير حول كل بير وتعاونهم ماديا باش يديروه حويط صور ويتدار واحد الغطاء اما ديال الحديد واما ديال الخشب باش نحيدوا علينا هاد جوج ديال الاخطار. الامراض التعفنيه من جهه، وخاص كل بير يتدار فيه جبير كل بير. اها ما فيهاش خاص تدار واحد بحال واحد بحال شي 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 ساك دو بلاستيك تيدار فيه تقيبه صغيره وتيدار فيه جبير وتيتبدل كل 15 يوم. كيتبدل تما باش كنضفوا داك باش نضفوا داك الماء اللي غادي نشرب. نتمنوا هذا النداء ديالك يوصل الى الحكومه والسلطات المختصه. نشوفوا ماذا على الشاشه مره اخرى. الاجر مقابل اللقاح، اجراءات صارمه تنتظر الموظفين غير الملقحين. بروفيسور تعليقكم. الناس اللي هما واحد نيويورك تايمز هذه يومين اعطى واحد البحث عظيم جدا على واحد على المئات الالاف ديال الناس اللي ماتوا من 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 الكوفيد. وتنعرفوا بانه دابا 900 الف واحد مات في الولايات المتحده من الكوفيد. لقوا بانه على 100 الف نسمه في البلاد. عند هذوك اللي ما داروا اي تلقيح 8 منهم ماتوا. الله. وهذوك اللي عندهم جوج ديال الليبرات ديال الجرعات 0.6 على 100 الف. فرق كبير ما بين 8 و 0.6. وهذوك اللي داروا 3 0.1. يعني دوك اللي داروا 3 عندهم 6 او 7 المرات اقل باش ما يموتوش بسبب الفيروس. بسبب الكوفيد.
إذن إلى الواحد يبقى يخربق في الدماغ ديالو وهذا والمفاعيل التنوية وكذا وإلى آخره ما عندنا ما عندناش. على كل حال الوقاية خير من العلاج. هذا ما يقول العلم واللي بغى يدير شعر، ولكن هادو راه تيكونوا خطر على نفسهم وعلى الآخرين. على الآخرين نتمنوا يا رب يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله. ختموا بواحد الصورة والتعليق للبروفيسور الموساوي نخرجوا بك بعيدا عن العلاج والطب النفسي. حكيم زياش ما بقاش باغي يلعب مع المنتخب الوطني، دابا واش غنديروا قراءة نفسية ولا قراءة سياسية ولا قراءة رياضية؟ واش هو ولا الاخرين اللي ما بغاوش؟ وما عيطوش لي وقال لهم بالنقص. اي لا 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 في هذه الحالة انا نحتاج التقنيات النفسية ديالك. حكيم زياش ممكن يكون تأثر نفسيا؟ لا هو الطب خارج المغرب والنفسية ديالو ماشي مغربية محضة خليط، ولكن خاصة هادشي تحترم حتى هو. يعني الاحترام اللي تيدار الناس اللي هما كبار وعندهم سلطة إما أبوية وإما عندهم سلطة اجتماعية ولا إدارية ولا كذا، إلا تربيتي في هولندا ولا تربيتي في إسبانيا ولا تربيتي في المغرب ماشي بحال بحال. ماشي بحال بحال، خاص يراعي خاص واحد يتعامل. وحتى لو سيليكسيونور ناسيونال حتى هو تربى في ميدان في عالم آخر. إذا خاص كل واحد يدير خطوة ولا جوج ولا عشرة باش الآخر حتى هو يدير خطوة ولا جوج ولا عشرة. اسمع السي فوزي القجع، ها الطريقة باش تحل مشكل زياش مع البروفيسور الموساوي عطاك الوصفة. ولكن اليوم البروفيسور قبل ما نختم اليوم عاد فهمت علاش سي سعد الدين العثماني كان ديما كيضحك، واخا زاد في ليسونس واخا الأزمات واخا كل شيء ديما ضحك. غادي نقولها علني، هذاك السيد تنبغيه وتنقدروه وتنحبوه بزاف. إنسان طيب وطبيب نفساني ممتاز. وأنا في نظري هذاك السيد دار خير كبير في هذه البلاد لأسباب سياسية ولأسباب عدة، وما وتنظن بأنه واحد ما نصفوش الناس على العمل اللي قام به المغرب. والله يكثر من متيلو. والله يكثر من متيلك انت بروفيسور. شكرا جزيلا لك بروفيسور إدريس الموساوي رئيس الفيدرالية الدولية للعلاج النفسي ونتهلاو في النفسية ديالنا ياك. شكرا جزيلا مرة أخرى، شكرا الطاقم التقني اللي رافقنا في هذه الحلقة، شكرا مشاهدينا. نتلاقاو الأسبوع المقبل حصة جديدة مع رمضان، وآخر دعوانا كيف العادة الله يخلينا في صباغتنا والسلام عليكم.